ارتفاع رهيب في عدد المصابين بداء السكري من كل الشرائح العمرية، الأسباب إمكانية الوقاية أيضا، إضافة إلى واقع أكثر من 5 ملايين مريض مصاب هنا بالجزائر والذين يعانون من تعقيدات صحية يحتاجون لتكفل متواصل، القدم السكرية وأيضا تبعات الإصابة بداء كورونا وغيرها من النقاط مع ضيوفي في هذا العدد. أسعد كثيرا بالترحيب بالسيد تريكي عبد الرحمن، هو منسق الخدمات الطبية بدار السكري. صباح الخير سيد تريكي، أهلا. صباح الخير ونشكركم على الاستضافة. شكرا على تلبية الدعوة، ورحب أيضا بالدكتور بن سلامي عبد السلام، هو طبيب مختص في داء السكري. صباح الخير، اهلا بك. صباح الخير، نشكركم على هذه الضيافه لتوضيح اكثر حول هذا المرض، مرض العصر كما نقول. نعم، شكرا لك على تلبيه الدعوه على ضوء اذا هذا اليوم العالمي للسكري. نتحدث عن واقع المرض في الجزائر، حوالي 5 ملايين مصاب، كيف نشرح اليوم واقع هؤلاء المرضى الذين للاسف يتزايدون يوميا؟ مرض الحصيلة لعدد المصابين هو تحصيل حاصل يعني لسنوات من التطور مرض السكري، حيث نلاحظ يعني في 1991 كانت نسبة مرض السكر في الجزائر حوالي 6%. الأخ الإحصائيات دوكا راهي تقول يعني 2021 حوالي 14.4%، يعني آخر الستاتيستيك، يعني هنا تطور كبير في الإحصائيات، وازدياد عالمي من اللي كنا فيه وحدة 150 مليون في المستوى العالمي، درك رانا في حوالي 400 مليون مصاب سكري عالميا. وهذا يعني الأسباب كثيرة، يعني منها النظام الغذائي اللي تبدل، المستوى المعيشي اللي تغير، الجو العام اللي عايش فيه المواطن تبدل، يعني هناك مضاعفات، هناك أعراض، هناك مسببات كثيرة لهذا المرض. طيب، وهذه المتسببات كلها أكيد تحتاج إلى رعاية وتكفل خاص. نتحدث عن دار السكري، هذه الوحدة أو هذا الهيكل الصحي سيد تريكي الذي يهتم بتوفير كل الخدمات الصحية لهؤلاء المرضى، ما هي ربما أهم التخصصات الموجودة بهذه الدار والتي يحتاج إليها مريض السكري لمتابعة تطور هذا الداء؟ في 1990 صدر قرار إنشاء دار مرضى السكري، ومن هذاك الوقت حتى اليومنا هذا في تقريب كل ولاية من القطر الوطني هناك دار مرضى السكري. فيما يخص دار مرضى السكري لمتعدد الخدمات للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية المقبلة عناصر، دار مرضى السكري هي هيكل عمومي يستقطب عدد كبير من المرضى والطاقم المسير والطاقم المستخدم الاوتوماتيك، يحتوي على تقريبا كل التخصصات اللي يسحقها اللي يحتاجها مريض السكري. فتقريبا كل التخصصات موجوده، منها مرضى الكلى، مرضى السكري، مرضى الغدد، مرضى طب العيون، طب داخلي، طب القلب، طب الاعصاب. هناك وحده لي سكون ابل لونيتي ديجيان ديدوكاسيون داكور لي ريجيم لي زونيتي دو سوا ستوماتولوجي طب الاسنان، وفي طاقم متعدد الاختصاصات ويخدم يتعامل مع المريض كل واحد على حسب خصوصياته. نعم، جميل جدا دكتور بن سلامي. مرض السكري إذا يؤثر على المريض ويؤدي إلى تداخل ربما الاختصاصات من خلال تأثيره على صحة المريض في أعضاء أخرى، يعني يسبب أمراض أخرى للمريض. كيف هي توعية المريض ببداية أهمية الوقاية من هذا المرض ثم التحكم فيه في المرحلة الأولى قبل التطور لكي لا يؤدي إلى تعقيدات صحية خطيرة؟ مرض السكري هو مرض يعني نقدروا مش يعني ما نخوفوش المريض، ما نقولوش مرض يعني خطير، باسكو احنا نقدروا اليوم التعايش معه اصبح ممكن، نقدروا نتحكموا فيه. في 1991 منظمة الصحة العالمية مع الكونفدرالية العالمية لمرض السكري نعطيو التاريخ على رانا نحتفلوا باليوم العالمي للسكري. قروا به يعطيو 14 نوفمبر هذا يعطيو له قيمة
معنويه واللي يحتفلوا به 14 نوفمبر هو زياده نهار زاد مكتشف الانسولين. كاين فريق كندي هو اللي اكتشف هذا الانسولين. ومن بعد في 2006 الامم المتحده تحت القرار 225-61 رسموا هذا اليوم العالمي واصبحنا نحتفلوا به. علاه نحتفلوا به؟ مش الاحتفال هكاك برك نحتفلوا به، لا لنعطيو له مغزى، لنبينوا باللي هذا السكري مرض لازم نعطيو له قيمه، نعطيو له العنايه اللي فيه، لانه فيه تدخلات يعني ملتي ديسيبلينير، فيه بزاف المختصين، فيه لازم يحتاج مختص كطبيب السكري، مختص لازم له طبيب عام، لازم له طبيب القلب، لازم له طبيب ميديسين انترن، لازم له فريق من مختص من الممرضين كما احنا عندنا في ميزون ديابيتيك تاع رويسو، عندنا فريق مختص تاع الممرضين، ويحتاجوا كذلك فريق مختص في التغذيه كما عندنا احنا تاعنا في رويسو، عندنا فريق متكامل من طبيبه الى هذه نقطه مهمه جدا للتعايش مع المرض، نتعايش يصبح جزء من الحياه العاديه للمريض. وقبل ما يكتشفوا يعني بان عرفوا يعني بان تعايشوا معه، قبل ما يكتشفوا الانسولين قدام 1922 قدام لا يكتشفوا الانسولين كانت الوقايه من السكري كيفاه؟ كانت هي الوقايه تاع ليديكاسيون ثيرابيوتيك اللي كان يديروها ايكيب، يعني اول كتاب تاسس في 1916 كيف نتعايش مع السكري. نقدروا نتعايشوا مع السكري، هناك فريق طبي متخصص، هناك فريق ممرضين متخصص، هناك فريق تاع التغذيه وليتيكاسيون اللي قرر اللي فهموا المريض السكري ونقدروا نتعايشوا معاه. احنا ما نخوفوش المريض السكري باللي صاي مرض بالسكر سي لا فان دو موند، نو ماهوش لا فان دو موند، نقدروا نعيشوا به. احنا عندنا مرضى اكتشفوا باللي الاج دو 18 ولا 10 سنين عندهم سكري نوع واحد وعاشوا به 50 60 سنه حتى 70 سنه وهم عايشين بالسكري وما كان حتى مضاعفات، كيكون مريض السكري يتابع لو سويفي تاعو يكون منتظم. منتظم يعني. هذه هي النقطه انه المراقبه الطبيه تكون منتظمه. ما هي الامكانيات المسخره لمتابعه المرضى سيدة تريكي؟ في السياسه الوطنيه pour la prise en charge des maladies non transmissibles, par exemple, qu'un des programmes nationaux, d'accord. الوزارة وضعت كل الإمكانيات باش تتكفل باش نتكفل، وضعت لنا كل الإمكانيات باش نقدروا نتكفلوا بالمرضى كل واحد على حسب اختصاصه. فكما احنا في المؤسسة العمومية للصحة الجوارية والقبلة ناصر، هذه دار السكري هذه فيها طاقم طبي كما قال الدكتور بن فلامي، طاقم طبي متنوع، طاقم شبه طبي متنوع، هو على درايه بالعمل ديالو وياخذ كل ما المريض على حسابه هو كما يقول لك. سكي انتريسون في ليكيب هذه سي كو كاين تنسيق، داكور ما كاش واحد يخدم وحده، كل واحد يدوموندي الراي تاعو وكل واحد يمد الخبره ديالو باش نخرجوا بالنقطه المهمه وهي نخرجوا من المريض هذاك باقل لو موان دو كومبليكاسيون بوسيبل، داكور لو موان دو كومبليكاسيون بوسيبل بور سو مالاد، اي اون فا لوي بيرميتر ان شاء الله باذن الله باش الحياه ديالو يتبعها بصفه عاديه، العمل تاعو يديرو بصفه عاديه، النشاطات تاعو يديرهم بصفه عاديه وما يكونش رهينة المرض ديالو، استدير يكون مستقل. سيدة تريتي قبل ما نعود لك دكتور، سيدة تريتي توفير العلاج، البروتوكولات العلاجية المتنوعة، نتحدث عن الأنسولين، نتحدث عن المتابعة لمختلف ربما تعقيدات هذا المرض. pour ce qui est de la prise en charge médicamenteuse du diabétique, alhamdoulillah في الجزائر احنا ما عندناش بروبليم تاع الدواء. نعم الانسولين هي الانسولين متوفره بكل انواعها، كل واحد على حسب الطبيب واش له. والانسولين سكي بيان في الجزائر كاين سكون ابل لا بريزون شارج لا كاز اورال، الضمان الاجتماعي يتكفل بهذا المرضى المزمنين. وكما يقول لك المريض هذا ما يخرج حتى تغطيه شامله والدواء موجود بكل انواع، تنسيق بين الجمعيات في هذا الاطار التي تتكفل بشرائح المرضى المعوزين. والشرائح المعوزين كاين عندنا
علاقه مع الجمعيات. الجمعيات كي يكون عندنا مريض معوز بار اكزومبل نديروا له كونتاكت ديريكتوم مع الجمعيه باش تتكفل به. نعم هذا هو. تفضل دكتور بن سلام. انا الفكره اللي حبيت نوصلها للمريض السكري في اليوم العالمي لمرضى السكري انهم احنا خاصه كي المريض السكري نكتشفوا باللي عنده لو ديابيت يحط باللي تقولوا عندك ديابيتيك سي لا فان دو موند. انا هذه الفكره المهمه اللي حاب نوصلها. سي با لا فان دو موند. مرض السكري ماهوش مرض قاتل. صح خطير في المضاعفات تاعو، خطير كي ما نتبعوش، مي ماهوش مرض قاتل، مرض كأي الأمراض ونقدروا نعيشوا به 10 40 50 سنة بالسكري بدون يعني حاجة أخرى. هذه هي المهمة. يبقى في العلاجات، العلاجات تاع السكري تختلف سيرتو النوع الثاني تيب 1. تيب 1 او باين تاع نروح له الانسولين. يبقى النوع الثاني، النوع الثاني هنا يختلف العلاج تاعو. هناك ادويه، هناك ريجيم اليمونتير، هناك يعني ننصحوه بالرياضه هنا لتفادي الوصول الى النوع الاول. اذا باسكو مع الوقت 10 سنين 15 سنه يكملوا المخزون تاع البنكرياس تاعو من الانسولين، هنا نلجؤوا للعلاجات بالانسولين. واضح. القدم السكريه هي ربما من بين التعقيدات التي يعاني منها الكثير من المرضى واللي تعود على صحتهم ربما وتاثر حتى على حياتهم العاديه. نعرف هذا المرض والاسباب اللي تخلي مريض السكري يصل الى هذه المرحله. على هنا نقول باللي السكري، مريض السكري ما يخافش، ما يخافش من المرض، يخاف من المضاعفات. مريض السكري كيتبع السكر تاعو، كيشرب الدواء تاعو، كيدير الريجيم تاعو، كيدير الرياضه اللي ينصحو بها الطبيب، ماش راح يوصل للمضاعفات. كي الطبيب مريض السكري كينوض الصباح يقلب رجليه، كينوض كي يدخل العشيه للدار يقرب رجليه، الصباط تاعو يكون مليح، التقاشر تاعو يكونوا ملاح، لهنا ماش راح يوصل للمضاعفات. اما اذا استهزى وخلى السكر تاعو ديما طالع وما يديرش الريجيم وما يديرش الرياضه ويلبس صباط ضيق عليه وما يكونتروليش رجليه، هنا راه يحكمه كما نقولوا مرض الرجل السكري. هي تبدا بار لا نوروباتي ديابيتيك، اعصاب السكري، ومن بعد يبدا لنا بجرح صغير. اذا ما برينا ما داويناش هذاك الجرح الصغير، راح الجرح هذاك باسكو المشكل في السكري انه راح يعطينا العروق الصغار. العروق الصغار كي يعطينا العروق الصغار الدم ماهوش راح يوصل يعني لي زونسيداد ياتيكس، هنا راح يوصل الى هذاك الجرح راح يخمش. خطره خلاف ميم نعطيو له لي زونتيبيوتيك، ميم نعطيو له الدواء ماهوش راح ينفع، يوصل لا غونغرين ولا غونغرين هنا تروح لومبيتاسيون. سيتادير قدامنا نوصلوا لهذه لازم الوقايه. جميل. والوقايه جدا. هي احسن شيء لمريض السكري. انا عندي مرضى سكري 85 سنه 80 سنه 90 سنه، عندي مريضه 90 سنه عندها 60 سنه وهي ديابيتيك ما عندها حتى مضاعفات. جميل. علاه؟ لانها تتبع مليح، الوقايه مليحه والحمد لله. يعني الوقايه سيد تريكي وايضا التوعيه، توعيه هؤلاء المرضى. في دار السكري عندكم ربما تلك المصلحه اللي تهتم بتقديم النصائح المباشره بحتى انها تتوجه لهؤلاء المرضى عن طريق الاطباء النفسانيين من اجل متابعتهم ومرافقتهم وايضا انهم تخليهم يواجهوا هذا المرض بكل ثقه وبدون خوف. في دار مرضى السكري كاين سكون ابل لونيتي دو ديجين اي دو ديتيتيك داكور، النظافه والحميات الغذائيه. نعم داكور. النظافه منها يعلموا سي اون ايكيب تري بروفيسيونيل داكور، فرقه متخصصه يعلموا المريض كيفاش يكشف على رجليه وكيفاش يغسل رجليه حاشاكم وكيفاش ينظف وينشف رجليه واش لازمو يلبس نوع لي شوسيت اللي يلبسهم كيفاش يدير يقلم اظافره ونسي ومن بعد يروحوا لو ريجيم ديتيتيك. النظافه 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 لقدم السكري هي شرط اساسي اللي نقدموه للمريض باش ياخذ سي بريكوسيون بور نو با افوار لو بي ديابيتيك. لو بي ديابيتيك سي فري بعض الحالات الله غالب داكور مالوغوزمون اون غوسوا دي بي ديابيتيك. في هذه الحالات هذوك عندنا سكون ابيل التمريض داكور لي باراميديكو اون سوان داكور، عندهم الور
alors disposition ce qu'on appelle dépensement intelligent. D'accord. بكري كنا نديرو ديبونسمون افيك لي مويان كي سون ابوردابل داكور لي ميتنون يا سكون ابل لا بريزونس دو بونسمون انتيليجون داكور اون في اون ابليك لو بونسمون هذا و جينيرالمون اون ا دو تري 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 بون ريزولتا ماخليش المريض تتعب اون ا دو تري تري بون ريزولتا وحنا في دار السكري تاع رويسو عندنا يونيتي مختصه غير في لو بيديابيتيك نعم سيتادير كاين هناك يعني على مستوى العاصمه كاين تباب الود مي حنا دانييرامون اون كري هاد اليونيتي تاع لو بيديابيتيك ومع الممرضين المختصين في هذا المجال مام اطباء تاعنا مختصين في هذا المجال والحمد لله يعني سلكنا بزاف الحالات يعني ما وصلتش لومبيتاسيون تاثير الان جائحه كورونا على مرضى السكري والتكفل ربما بالمصابين سمعنا منذ بدايه انتشار الوباء ان مرضى السكري هم الاكثر عرضة للتعقيدات في حال الإصابة بكورونا حتى أنه كانوا يعانوا من خطر الوفاة التلقيح عند انطلاقه كان موجه بصفة خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة منهم مرضى السكري في جائحة كورونا تبعا لتعليمات الوزارة مديرة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية أصدرت أوامر للطاقم العامل ديالها باش نتكفلوا بعمليات التلقيح في كل مصالحها في دار مرضى السكري نشاط لا بريزون شارج دي مالاد ديابيتيك نا با بيسي وزدنا تكفلنا بهم في ما يخص التلقيح ضد كورونا نعطي لكم بار اكزومبل كيما لي شيفر من جوان حتى لسبتمبر اون افي ا بوبري 11000 مريض تلقيح سي دي مالاد كي سون فينو تلقاو التلقيح عندنا الجرعه الاولى الجرعه الثانيه ورحنا نستقبلوهم عادي نورمال هي اوكان بروبليم داكور افيك بيان سور en respectant les mesures de protection etc. اكيد اهميه التلقيح عند مريض السكري دكتور احنا في دار السكري هناك درنا يعني دراسه علميه ولاحظنا يعني الناس المرضى السكري تاعنا لاغلبهم اللي داروا لا فاكسيناسيون جاونا يعني ما كانش اضرار مرضوا بالانجبتيت كريب خفيف هذيك ما كانش اعراض مي لاحظنا الناس اللي ما داروش لا فاكسيناسيون تاع الحاله تاعهم زادت تعقدت ما الحاجه اللي من خلال الدراسات العلميه اللي بينت لنا انه الكوفيد اصلا كوفيد الفيروس تاع الكوفيد هو يسرع في ظهور مرض السكري كاين الناس ما عندهمش مرض السكري مي ابري الكوفيد ظهروا باللي ديابيتيك سواء سرع لهم سواء بروفوكا لهم لو ديابيت نعم هذا لاحظنا عند العديد الحالات خاصه الحالات الاقل عمرا يعني شباب كانوا في صحه جيده بمجرد الاصابه بكورونا ظهر انهم عندهم السكر ظهرت لهم عده امراض وتعرضوا لتعقيدات ومنهم من وصل الى الوفاة هذا مرض الكوفيد هذا هو مرض جديد عنده عامين ولا ثلاث سنين من اللي ظهر يعني الدراسات مازالت تبين نعم. بصح اللي راهي الدراسات اللي راهي تبين والاكتشافات يعني الدراسات تخلع صح باسكو علاه دوك انت مريض الناس ما عندهمش مرض السكري سيتو حنا في المجال تاعنا ابري الكوفيد ابري مرضو تلقاه يجيك بالهيموغلوبين اللي كي طالع 11 12 تخلع سيتادير الكوفيد هذا البروفوك ودو الحاله عند لي مرضي ديابيتيك تاعنا مساكن اللي كانوا نو فاكسيني كاين بزاف اللي فقدناهم انا فقدت بزاف مرضى تاعي ما كانوش فاكسيني يعني اليوم اذا يعني الحل هو اللقاح والوقايه الحل الوحيد في زوج حوايج في مجابهه هذا المرض الكوفيد وانه مازال مستمر يعني حسب التصريحات تاعنا مازال مستمر يعني الحل الاولى لازم السكر يعني موجه رابعه رانا خايفين من الموجه هذه اللي يتكلموا عليها الموجه الرابعه مي احنا ما نروحوش للخاطر الحاجه الاولى لازم لا فاكسيناسيون لازم لا فاكسيناسيون والدوزيام لازم لا غليسيمي تاعنا لو ديابيت تاعنا يكون بيان ايكيليبري ما نستناوش صاي انا درت الفاكسين تاعي ما نخافش ما نموتش ما يطلعليش لا ندير الفاكسين تاعي راني نحيت المشكل تاعي 90%
يبقى 10% تاعي ان الريجل السكر تاعي لازم السكر تاعي يكون مليح. اليوم الحياه عادت الى طبيعتها، التعايش مع هذا الوباء هو الحل طبعا من خلال تعزيز التلقيح وايضا الاحتفاظ بالاجراءات الوقائيه لمنع عدوى فيروس كورونا. كيف هو العمل اليوم في اوساط هذه الشريحه؟ ناخذ دائما دار السكري للعاصمه كأنموذج. معايشة هذا الوباء هذايا، حنا بكري في الاونه قبل الكورونا كنا نستقبلوا المرضى ويجيو، حنا نسيو درك هذيك نسرعوا باش ما يكونش هناك اكتظاظ في دار المرضى السكري. اون ايسي دو كيما يقول لك نخفوا على المريض، يجوا يستمتم كونسلطاسيون، يجوا يستمتم لا سال دو سوان، يروح للريجيم تمتم، ونسيو نهضروا معاهم باش ما يجيوش بكري. اللي يكون عنده رونديفو يتخلف هكذا شويه بواحد 10 دقائق ولا باش ما يكونش هناك اكتظاظ. ونوعيوا المرضى باش ياخذوا بعين الاعتبار التدابير الوقائيه، لبس الكمامه، غسل اليدين، التباعد الجسدي، ما يكونش اكتظاظ، يساهموا في تبليغ هما اصلا سو سون نو مالاد وما نحسبهمش يخدموا معنا، شغل سي دي مالاد معنا موالفينهم وكذا واسمو، نقولوا لهم هما ثاني بدورهم يقوموا بتوعيه الاشخاص والعائلات ديالهم والمحيط العائلي والمحيط الاجتماعي ديالهم باش يساهموا باش يجيو لعندنا باش يتلقاو التلقيح. الحمد لله الجزائر وضعت كل اللقاحات، واللقاحات موجوده في الجزائر من انجع اللقاحات. دوك نطلبوا برك توعيه من الشعب الجزائري باش يتقدم الى كل المراكز تفاديا لي سكون ابيلي كومبليكاسيون، ولا نعاودوا ندخلوا في موجه رابعه ولا اسمو، الانسان يحمي روحه ويحمي المجتمع ديالو عائلته ولا كوا دوموندي دو بلوس. سبحان الله، كلشي متوفر، كلش متوفر، كلش واسمو، الانسان يدير كما يقول لك قد خطوه 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 ان شاء الله، ونزيدوا نقدموا للامام ان شاء الله باذن الله. طيب مرض السكري كما اشرنا في البدايه لا يستثني اي شريحه من المجتمع، حتى الاطفال اليوم اصبحوا في عرضه لهذا المرض، كيف هي رعايه هذه الشرائح التي تعتبر ربما هذا المرض هو جديد لها ويخليها ربما تتخوف انه واحد صغير يصاب بالسكري ويكون يعيش به طيل حياته؟ كما قال الدكتور بن فلامي، مرض السكري ماشي خطير. سكي دونجورو سي لا نون بريز دو كونسيونس، تادير عدم الوعي. اذا كان مريض حكمه السكر، لو كان ياخذ لي ريكومونداسيون، توصيات الطبيب ديالو والطاقم الصحي، وكيما يقول لك ان بو دو سون ايفور، شويه من الطاقه ديالو كذا، راح يجوز حياته عادي نورمال كما هو كما كأي شخص عادي. دكتور بن سلامي، هل هناك اليوم طرق ربما للوقاية من الإصابة بالسكري من أجل تفادي ارتفاع عدد المصابين في الجزائر؟ هو يعني لازم الوقاية. واحد الوقت احنا ما كناش نعطيو أهمية واحد المرحلة يسموها ما قبل السكري. نعم. هو لبري ديابيت. نعم. قدام لا يصيب المرض السكري يفوت بمرحلة لبري ديابيت. هناك مؤشرات، بعد المؤشرات باه ما نوصلوش هذيك المؤشرات نشوفوا نحوسوا على لي فاكتور دو ريسك اللي تاع شك مريض، نحوسوا على لي فاكتور كي نلقاوه باللي راه عنده احتمال كبير باللي راح يمرض بالسكري، نسيو كيما نقولوا روتارديو الاصابه تاعو 3 سنين 4 سنين. باه بزوج حوايج، هو النظام الغذائي الصحي وهو الرياضه، وهذه الحاجه هذه احنا في المدار السكري، في المدار دار السكري ناخذوها بعين الاعتبار. نصيحه في الاخير لكل المشاهدين. نصيحه لكل المشاهدين انه مرض السكري مرض عالمي، ما نقدرش نقول لكم باللي خطير، يعني مرض صعيب فيه مضاعفات كبيره ونقدروا نتحكموا فيه. هذا هو الحاجه. تريتي، النصيحه نوجهها كما يقول لك مرض السكري مرض عادي. نعم. احنا توالفنا نريحوا، كما نقول لك تعشى وما تتمددش،
تعشى وخرج تمشي شويه. نعم هذا هي النصيحه نصيحه من ذهب. نظن ان الجميع وصلهم هذه النصيحه، ليس هناك ابسط من هذا النصيحه لتفادي هكذا مرض خطير. اشكرك جزيلا سيد تريكي عبد الرحمن رئيس مصلحه دار مرضى السكري، انت منسق الخدمات الطبيه. اشكرك ايضا الدكتور بن سلامي عبد السلام الطبيب المختص في مرض السكري، وقفنا معكم عند اليوم العالمي لداء السكري. شكرا جزيلا، ونتمنى طبعا السلامة والصحة لجميع المرضى. مشاهدينا وصلنا الآن إلى موعد التاسعة الإخباري، نتابع مباشرة من استوديو الأخبار هذه النشرة الإخبارية.